لم يعرف اللقاء الذي جمع أولمبي المدية وضيفه شباب قسنطين الذي دخل دون عقدة غياب المدرب انطلاقة فعلية إلا بعد الدقيقة 14 بعد أخذ كرة بن شريفة منحا تصاعديا ابتعدت بما فيه الكفاية عن إطار مرمى أسرير. في الدقيقة 18 زرارة يعرقل في منطقة الجزاء أمام حيرة اللاعبين، لكن الكلمة الفصل كانت للحكم الرئيسي بن براهم الحلو، وعودية يفتتح باب التسجيل لصالح شبيبة قسنطينة. لعنة الأخطاء الممنوعة تلاحق الأولمبي، وأسرير يرتكب المحظور ويتلقى بطاقة صفراء متبوعة بضربة جزاء حولها زرارة في الدقيقة 27 إلى هدف ثاني. زرارة في الدقيقة 36 يسجل هدفا لم يغير شيئا في نتيجة اللقاء، والتسلل كان كافيا لطمسه من لوحة النتائج. ثوان فقط قبل نهاية اللقاء، بانو حمزة يزرع بذرة الأمل ويسجل أول هدف لأولمبي المدية بعد مباغتاته لكلا من دفاع وحارس شباب قسنطينة. الدقيقة 7 من الشوط الثاني أثبتت عزيمة أولمبي المدية على الظفر بثلاث نقاط من خلال مراوغة غربي لمدافعي الشبيبة وإصراره على الدخول إلى منطقة العمليات. وفي خضم هذا الحراك أعلن الحكم الرئيسي بن براهم الحلو على ضربة جزاء كانت سببا في تعميق الفارق، وحمزة يوقع الهدف ويكتسب ثقة كاد يفتقدها بعد تضييعه لنفس الضربة أمام حارس تاجنت. في الدقيقة 58 بانو حمزة يقدم كرة في طبق من ذهب لحامية محمد أمين الذي ضيع أمام دهشة الأنصار. ميسير التسلل تفعل فعلتها للمرة الثانية في الدقيقة 74، وفرحة بانوح بالهدف الثالث لم تدم طويلا. شباب قسنطين الذي كان يأمل بالعودة بنقطة واحدة خارت قواه في الدقيقة 81 بعد أن جعل حامية من السراب حقيقة وأهدى الفوز لأولمبي المدية. ثلاثة أهداف لأولمبي المدية وهدفين للضيف شباب قسنطينة الذي تعقدت أموره أمام غياب طاقم فني متكامل ومتجانس.